احنا النهارده بننقل لحضراتكم من خلال تغطيه حيه ومباشره من معرض ومؤتمر كايرو اي اس تي 2019، مصر فين من التحول الرقمي وتحديد الهويه. بكل تاكيد ان لما نحب نتكلم على التحول الرقمي، على تحديد الهويه، على التكنولوجيا وازاي ممكن نطوعها في خدمه المواطن، لان الموضوع بكل صراحه ما اصبحش رفاهيه، الموضوع اصبح اضطرار. هيكون معانا النهارده ضيف من اهم الضيوف اللي لازم يتكلم على تحول مصر للرقمنه وازاي نطوع التكنولوجيا لخدمه رفاهيه المواطنين. بكل تاكيد هو المهندس عصام الصغير، رئيس البريد المصري وتجربه ناجحه جدا عن التحول الرقمي. اهلا بحضرتك معانا يا باشمهندس. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. لو بنتكلم بدايه واحنا النهارده في تغطيه حيه ومباشره من معرض ومؤتمر كايرو اي سي تي، اهميه هذا المؤتمر والمعرض لشركات وقطاع الاتصالات في مصر بشكل عام؟ بصي، هو ما بقاش مؤتمر، بقى تحدي. بمعنى كل سنه احنا بنبقى عارفين ان سياده الرئيس والساده رئيس مجلس الوزراء والوزراء والسيد وزير الاتصالات بييجوا كل معرض يسالونا انت عملتوا ايه السنه اللي فاتت وهتعملوا ايه السنه الجايه. فدعم اكتر من كده مش هنلاقي، بس بقى تحدي لينا كلنا ان احنا كل سنه عايزين نعمل افضل واحسن. المعرض السنه دي او الهدف البريد السنه دي ان احنا بنعرض ازاي بنستخدم التكنولوجيا ان احنا نسهل حياه المواطنين. لو هنقدم كل الاختراعات ونستخدم احدث تكنولوجيا بس ما بيأثرش على المواطن او ما بيسهلش تقديم الخدمه ليه، فاحنا ما عملناش حاجه. فالنهارده كنا بنعرض ازاي التكنولوجيا بتساعدنا ان احنا نسهل عمليه التعرف على المواطنين. استخدام التكنولوجيا هو رفاهيه للمواطن ولا اصبح الموضوع اضطراري؟ الدوله مضطره، المواطن مضطر، لان العالم بيتغير نحو التكنولوجيا. لا، هو انا بتهيألي انه ما بقتش زي ما سيادتك تفضلت في الاول، ما بقتش عمليه اختياريه او ما بقتش اوبشن. لا، احنا التكنولوجيا النهارده بدونها احنا مش هنروح في اي مكان. القاطره الوحيده اللي ممكن تنقل مصر نقله كويسه جدا هي التكنولوجيا. التكنولوجيا النهارده بتقدم خدمه افضل، بتقدم خدمه بطريقه امن، بتقدم خدمه بطريقه اسهل بكتير جدا. النهارده زي ما عرضنا ازاي التكنولوجيا بتخليني اقرا بيانات المواطن من بطاقه الرقم القومي، البيانات المطبوعه على البطاقه، ازاي اخد بصمه ايده او بصمه عينه، زي ما عملنا شهر ده مع 25,000 من اللاجئين بدأنا نصرف المساهمات من هيئة الأمم المتحدة عن طريق بصمة العين. الأول كنا بيستلزم وقت طويل جدا للتحقق منهم، وخصوصا إن بعضهم أو الأغلبية مش معاه جواز سفر و و و و النهاردة عن طريق بصمة العين ما بناخدش أكتر من دقيقة. استخدام التكنولوجيا أسهل ولا تأمين استخدامها هو الأسهل؟ لا، استخدام، ما هو حتى تأمين استخدامها بقى تكنولوجيا. فبدون التكنولوجيا احنا مش هنقدر نعمل اي حاجه. النهارده بدل ما كنا بنستخدم زمان دفتر التوفير وبالاختام و و و النهارده بقى المواطن بصباعه يحط صباعه على الجهاز بنعمل كل الحركه اللي هو طالبها. النهارده عرضنا على الاي تي ام او الاي تي ام الذكيه اللي احنا بنعرضها النهارده، ازاي بنستخرج بطاقه المخالفات او براءه الذمه من الاي تي ام. كنت الاول لا، محتاجه تروحي مثلا مكتب البريد او تروحي المرور وتستقفي في الزحمه او في الصف. النهارده في اقل من دقيقه بنعمل حاجه زي كده. النهارده طلعنا اول تذكره للسكه الحديد، ان نحجز تذاكر الدرجه الاولى والثانيه عن طريق مكاتب البريد. كل ده بيسهل جدا للمواطن، وبدون التكنولوجيا ما اظنش كنا هنقدر نعمل اي حاجه. المهندس